الامتحان عامل ايه يا حبيبتي؟ اتفضلي. مش حلوه قوي. طلع عينيك. كده الكلب واللجنه وحشه جدا ومفيش عربيه تعطيل. انا طلعت وكل البتاع مليانه تراب ومليانه زفت ومفيش تعطيل. طب الامتحان ايه اللي في صعب؟ قولي لي كده، يعني ايه اللي قاعد يقول في مستوى الطالب المتوسط ومفيش الكلام ده. ايه اكتر حاجه صعبه؟ الجرامر ولا ايه بالظبط؟ القطعه ما تعرفش مالها، هي بتتكلم على الطعام بس بتاعت الجرامر مش حلوه خالص. حضرتك ولي امر عايز تقول ايه؟ ولي امر انا بالنسبه للجان كانت شاده النهارده وكانوا مسددين على الاولاد خالص وطبعا يعني الامتحان ده في مستوى اللي مذاكر بس هو اللي هيلول درجات. طب حضرتك تحب ايه تقول لوزير التربيه والتعليم؟ ايه وزير التربيه والتعليم؟ هو الامتحان وتشديد اللجان بنوجه ظلم على الطلبه نتيجه نص السنه اللي ضاع منهم والمراجعات والمدرسين. يعني يرعوهم في التصحيح، يعني يرعوهم في التصحيح. ايوه ما كانش فيه دروس، ما كانش فيه مراجعات، واتظلموا في المراجعه جدا، ومع ذلك نزلوا الامتحان صعب جدا. مما ظلم البنات كلها والاولاد، سواء بنات او اولاد. ربنا معاهم ان شاء الله، ربنا معاهم ان شاء الله. بس بنقول بالتوفيق، بنقول بالتوفيق وربنا معاهم وربنا قادر على كل شيء. طب حد يا بنات يحب يقول حاجه؟ يلا نعمل الكرسي. الامتحان صعب صح؟ صعب والمربى صعب. صعب يا حبيبتي الامتحان؟ ما كانش في هي شجرة، ما كانش في دروس، ما كانش في اساسا بتنزل. ربنا معاكم ان شاء الله تعوضي يا حبيبتي قلبي ان شاء الله. سهل ولا صعب؟ لا سهل ولا صعب؟ احنا عايزين كله صعب، كله خارج بيشتكي. يعني كله خارج بيشتكي. كل اللي كله خارج بيشتكي. ربنا معاكم ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله ان شاء الله خير. سهل ولا صعب؟ تحب تقولي حاجة؟ قولي. تحب تقولي حاجة؟ قولي يا حبيبتي اتفضلي. قولي ايه اللي صعب في الامتحان النهارده؟ ايه اللي صعب؟ ما فيش أي حاجة من اللي هو قالها. يعني بره المنهج يعني؟ بره المنهج، سؤال واحد جاي من المنهج بس ما فيش أي أسئلة من اللي هو قالها امبارح. وأنا أنزل من وفك بوك والنماذج اللي مش هتضيع ما جاش منها أي سؤال. ان شاء الله تعوضي يا حبيبتي في المواد الجايه. ربنا معاكم ان شاء الله. ربنا معاكم. البرامج اللي جابوه عن الصف لا بس هم من النص ولا عارفين اذا بيقولوا المدرسين قالوا عن النص كان على الكورونا يا جيش لطف جيش لطف. ها؟ معانا فيديو؟ لا مش يعني حاجه